إنه مما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد. ضياع كثير من النساء في هذه الأيام يعملن ما يشأن وما يريدن من الأخلاق الذميمة والصفات الوخيمة، لا يستحين ولا يخفن من الله سبحانه وتعالى، وليس لهن رجال يقومون عليهن، بل هن مهملات ضائعات إلا من رحم الله. أيتها المرأة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء. لماذا؟ لأنهن يكفرن النعمة ويكفرن العشير، فهن أكثر أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الرجال، يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الولاة الظلمة والشرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات من مسيرة 500 عام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد على النساء وعلى أوليائهن الذين حملهم الله مسؤوليتهن. كاسيات عاريات، بمعنى أنهن يسترن بعض أجسامهن ويكشفن البقية ومواضع الفتنة، وهذا ما يقع الآن بين أظهركم في بيوت الأعراس وفي الاستراحات وفي تجمعات النساء. يأتينا كاسيات عاريات عليهن بعض القطع القماشية وبقية الأجسام عارية، تكشف ظهرها ونحرها وعضديها وذراعيها وساقيها، تأتي والنساء ينظرن إليهن. ولهذا قال: كاسيات عاريات عليهن بعض اللباس الذي يكون على بعض أجسامهن، ومواضع الفتنة من الأجسام مكشوفة والعياذ بالله. هذا في الحفلات، وكثر وتنوع في الحفلات، ولا رقيب ولا حسيب. كاسيات عاريات مائلات عن الحق، وقيل مائلات في مشيتهن، يتبخترن ويتمايلن للفتنة، مميلات لغيرهن ممن يراهن قدوة سيئة لغيرهن، يتحملن آثامهن وآثام غيرهن، مائلات مميلات. إذا تجمعنا في هذا المحفل اقتدى بهن غيرهن ممن ينظر إليهن من النساء والبنات، فأملن غيرهن عن الحق وعن الستر وعن الحشمة. رؤوسهن كأسنمة البخت، بمعنى أنهن يضخمن رؤوسهن باللفايف حتى تكون كأن لها رأسين، رأس خلقي ورأس مصطنع بما تلفلفه عليه من الأمور الشنيعة. أنت إذا نظرت إلى المرأة في أي مكان تمشي وجدت رأسها ضخماً مضخماً، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. فعلى المرأة وعلى وليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات وقبل الفوات، ولا تتساهلوا في أمور النساء. القيم عليها زوجها، القيم عليها أبوها، القيم عليها ابنها، القيم عليها أخوها، القيم عليها قرابتها من الرجال يضبطون المرأة، وإلا إذا تركت المرأة وهواها ضاعت. اتقوا الله عباد الله، في نسائكم، في بناتكم، في زوجاتكم، في نساء المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم. القرآن يتلى عليكم ليلا ونهارا، والسنة تسمعونها ليلا ونهارا فيكم وفي نسائكم، فأين العمل بالكتاب والسنة؟ هل كل مضيع يعمل ما يشاء؟ كل مهمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كالبهائم
بل هم أضلوا سبيلا. اتقوا الله عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوا على أيدي نسائكم، انتبهوا لنسائكم خصوصا عند الحفلات والتجمعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات ولا متبرجات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. اتقوا الله عباد الله، أنتم تنظرون إلى نسائكم وبناتكم وتسمعون ما يحدث في الحفلات من النساء، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار ولا أحد يمنع نساءه من الذهاب إلى هذه المواطن الموبوءة. اتقوا الله في نسائكم.